مرحبا سعيد بخير مرحبا. وكان الرئيس مشرف ثم نبش ايضا السلام التحية لانكم عارفين هذا احد الاسباب اللي جيت فيها هو على اساس ان شاء الله بكون مش قابله، لكن على كل حال بنزل له برضه تحيه. راح نبلغ مثل ما اشتغلت من انتخابات سلسه ان شاء الله نفس الاحداث.